ازيك يا صادق؟ ايه مشغول؟ مش قلت لك يا حبيبي انكلك وبيهزر معاك عادي جدا يا. الغريبه اللي انتوا لسه عايشين في الخرابه ديت. العربيه مش عارفه تخش من الحاره، ده غير ان العيال لابسه حمالات من فوق ومش لابسه حاجه من تحت، عماله تنط فوق الكبوت. احسن لاعب واللي كمل لعب الاخر ديه وصاحب الرجوع الغير متوقع جميل جمال عزب. يعني سلام يا طبقه وسطى يا فقير اجربوع. حقك ده انا هنفوخك لما تنزل الشغل. حقك بس ده في الشغل، ما تستفزنيش دلوقتي لو سمحت. انا قلت لكم 100 مره البني ادم ده استحاله يشتغل في الاماكن الراقيه دي كلها. ليه بس كده يا اكسلانش؟ اسكت، مش عايز اسمع صوتك. بقى اقعد بقى قول لي انت بقى وتعالى. انت بتبرطم بتقول ايه يا ولد؟ بتبرطم وبتعمل لك كده ليه؟ لو مش عاجبك اديك حسابك ومشيه. انا مش فاهم انتوا بتعملوا ايه؟ الراجل ده بوظ الفايب بتاع الكومباوند. يا نهار اسود منيل. ايوه بوظ الفايب؟ ايوه. انت ازاي يا ولد تلعب في حاجه ما تفهمش فيها؟ الفايب ده يتصلح وعلى حسابه وتجيب لنا كلنا فايب، اوكي؟ يا اكسانس انا والله العظيم انا بحاول. سو لافلي. ضهري مش قادر والله. ايه يا ولد تعبت ولا ايه؟ معلش استحمل. اقف عدل، اقف عدل يا ولد. انت مش عارف بتكلم مين ولا ايه؟ يا ما شاء الله يا ما شاء الله، ساعة بناديلك هواسيم تيجي. يا سلام، ما هي ارتاحت قاعدة في الجولف كار مفخدة. أنا مش عارف أنام، وكمان الهانم مش عارفة تنام، وأنا ما صدقت خمدتها، فأبوس إيدك ما تخليهاش تصحى. فرقنا إيه عن المناطق الزبالة اللي أنت قاعد فيها؟ ولو ما صحيتش للأبد ليك الحلاوة. قصدك؟ أيوة قصدي. لو سمحت ممكن نقفل المزيكا دي؟ ليه؟ هتغني كاريوكي ولا إيه يا ماو؟ ماو؟ طب يا ماو هات المايك ناو. فين يا دود مالك؟ لا أنا ما اسميش دود، اسمي وسيم السريتي. أنا هكتفي المرة دي إن أنا أحذرك كده، وما تلومنيش على اللي عمله فيك بعد كده. أوامرك اتنفذت يا إكسلانس. تقدر حضرتك دلوقتي تحط دماغك على المخدة وتنام أنت والمدام. أتمنى. ده لو ما عندكش ضمير يأنبك بقى قبل ما تنام. أنت عارف يعني إيه كامباوند؟ يعني إيه كامباوند؟ كام يعني كام، وباوند يعني جنيه. يعني شوف أنت عايز كام باوند عشان تسكن في فيلا زي ديت. خلاص بقى يا إكسلانس كفاية تهزيق. تهزيق إيه؟ أنت لسه شفت حاجة؟ ده أنا هعينك. يا بيئة، لو مش عارف تشوف شغلك نجيب حد تاني يشوف شغلك. روح نكد عليهم ومشيهم. لا مش همشيهم. اوعى تكون اتقمصت لما قلتلك يا بيئة. ادي ميار ميورة ودي بسمة بسومة، وانا وسيم وسومة، وانا جميل جمولة، وانا اسف اسوفة. اسف اسوفة؟ انا جيت لقيتها حفلة خيرية يعني، فضميري أنبني. خيرية؟ خيرية دي تبقى خالتك. افعاله غريبة ومريبة تستدعي الشك والريبة. ورقصنا جدع.